ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهر بها شاب وهو يحمل أسلحة بيضاء ويعقر الكحول ويضع بالقرب منه أعدادا من الأوراق النقدية. وحسب نشر الصور فإن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثاني ينحدر من مدينة طنجة. تم تسريب صوره بمواقع التواصل الاجتماعي داعين الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب التعامل معه، وطالب النشطاء في تفاعلهم مع الصور المصالح الأمنية بضرورة الدخول على الخط وإيقاف هذا الشاب، معبرين في الوقت نفسه عن الرعب الذي انتابهم نظرا لخطورة الصور التي ظهر بها وهو يحمل أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.